سيرتك على كل لسان بتقول إن حب موبيكا هو اللي عملك وإنت أول واحد قلبت عليه. هو اللي عملني؟ أهو ما هو بيقول أهو. وربنا فين؟ ربنا موجود، بس في ناس بتبقى أسباب لأن تظهرك. تظهرني؟ أنا كده كده من أنت قبله كنت عملت حاجة باينة يعني ظهرت؟ كانت إيه؟ كنت عامل عمي يا جمال وعامل إحنا بتوع ربنا وعامل اسمك إيه اسم إنسان. هو كان بس يعني هو كان بدايتك كانت مع وداع يا دنيا يا وداع وشمس المجرة ودول الاتنين كانوا بتوعه ودول اللي ضربوا بتوعنا. مين اللي جاب مين في الأغنية؟ هو جالي وكلمني ساعتها قابلته وقعدنا اتقابلنا في كافيه وقال لي في شغل عايزك معايا فيه وقلت له مفيش أي مشاكل وعملنا شغل مع بعض عملنا وداع يا دنيا وداع طيب هو ليه بيقول أنا اللي عملته لو هو أصلا ما عملكش ولا كان معاك يعني؟ بصي كل واحد احنا الاثنين لنا نصيب ان اغانينا تضرب مع بعض مفيش حد بيعمل التاني. طب ليه لما بتنجحوا مع بعض بعد كده كل واحد ينفصل وينسب النجاح لنفسه؟ ما احنا اصلا مش شغالين مع بعض. انا على المستوى الشخصي انا شغلي الحالي لوحدي. لا دلوقتي انت شغلك حالي بس قبل كده كنتوا مع بعض. لا ما كناش مع بعض. مش كنتوا بتعملوا اغاني مهرجانات مع بعض؟ انما خلاص احنا في فتره ما انا في فترة بعمل شغل مع حد فمش هفضل انا طول مدى الحياة بعمل شغل معاه. ماشي بس يبقى في ود بينكم يعني ما يبقاش في لا ما هو في ود ما يبقاش في هو في ود هو اللي طلع واتكلم وقال حاجة في القلب هو الكلام اللي اتقال ده جارح وواضح انه في قلبه في حاجة منك علشان انا ما اعرفش انا عملت له ايه هو طلع لوحده كده وبعدين حمه طيب وغلبان اي حد انت نجحت قوي فهو شايف انه يعني ممكن. النجاح ده هو ضايقه شويه ممكن وبعدين حمه غلبان اي كلمه بي بي يعني ممكن اي حد يقول له كلمه يصدقها يعني يسخنوه عليك لا هو حمه على طول بيسخن على طول بيسخن اي حد طب انت ما بتسخنش انت ما بتسخنش بتسمع وبتطنش انا بسمع وبطنش انا بتكلم بشغلي حمو بيتكلم اي كلام وخلاص اللي بيطلع تلقائي طالع منه يعني تلقائي انا اتفرجت بتفرج على الفيديوهات وبقعد اضحك عموما سيرتك